أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عصير الكتب. هل الحوار مع المتطرفين جدوى؟ الحقيقة هل الحوار في ظل مناخ التطرف والتعصب، عشان ما نبقاش بنستخدم فكرة الوصف فلان أنه متطرف ونغرق في الجدل حوالين إيه معايير وصف فلان بأنه متطرف ولا لا، هل الحوار في مناخ التعصب والكراهية والتطرف جدوى؟ كثير من الوقت عندنا بيضيع في محاولة إقناع الناس بأشياء مش محتاجين يقتنعوها ولا هم مستعدين، وشايفين انه فكرة تضييع الوقت ملهاش جدوى. فبالتالي بيظل قدامك السؤال، هل لازم انا احاول؟ هل في جدوى من المحاولة؟ ده سؤال مشروع الحقيقة، واستغرق الكثير من الكتاب والمفكرين محاولات في الاجابة عليه، والطرح الحقيقة في كتاب مهم جدا اسمه المؤمن الصادق. ما يعني ما يخدعكش العنوان وتظن انه كتاب ديني، هو دراسة عن طبيعة الحركات الجماهيرية أو الشيء اللي بيخلي كثير من الناس يلتفوا حوالين إما تيار سياسي أو زعيم أو توجه فكري. وده كتبه المفكر الأمريكي المهم إريك هوفر، والحقيقة كتاب ترجمه للعربية المفكر السعودي غازي القصيبي. كتاب مهم جدا وممتع في نفس الوقت، ويديك فكرة لتصور حركة المجتمع وإزاي المجتمع بيدير حوار مع بعضه. إريك هوفر بينبهنا في الكتاب إلى أنه خطأ الاعتقاد بأن في تناقض بين المتطرفين اللي بينتموا لحركات تصارع بعضها البعض. يعني تلاقي واحد واقف مثلا مع تيارات الإسلامية، واحد واقف مثلا مع العسكر، والاثنين متناقضين، لكن لما تيجي تحلل خطابهم تلاقيه شديد الشبه ببعضه، تلاقيهم تقريبا بيقولوا نفس الكلام، لكن لو شلت الأسماء وبدلت الأسماء تلاقي بيقولوا نفس الكلام. هو بيعتبرهم أعضاء في أسرة التطرف الواحدة، والكراهية التي يحس بها متطرف نحو متطرف آخر بيشبهها بالكراهية بين الإخوة الأعداء، وهو ما يفسر في رأيه سهولة تحول الشيوعي المتطرف أو اليساري المتطرف إلى الفاشية الوطنية أو التطرف الديني، عن أنه يتحول إلى الليبرالي معتدل والعكس. تلاقي واحد كان إسلامي متطرف وفجأة ينتقل في وقت من الأوقات إلى فاشية وطنية، أو أنه يدعم مستبد من المستبدين والعكس، لكن ما يروحش ناحية الاتجاه اللي فيه اعتدال. بيقول إريك هوفر، نقيض المتدين المتعصب مش الملحد المتعصب، وإنما المتشكك اللي ما عندوش موقف محدد من الدين، لأن الملحد أحيانا بيتحول إلى متدين من نوع خاص، فهو يعتنق الإلحاد بحماس وقوة كما يعتنق المرء دينا جديدا. وفي ده تعبير بيقوله رينان، عندما يكف العالم عن الإيمان بالله فإن الملحدين سيكونون أشد الناس تعاسة. طبعا في تعميم في هذا الوصف، يعني وصف ساخر، ولكن في بعض الناس تلاقيهم في المناقشات الإلحادية واخد الموضوع بجد، زي ما يكون زي المتطرف الديني اللي عايز يهديك بالعافية، بس ده عايز يهديك إلى الدين وده عايز يهديك إلى الإلحاد، هو مش واخد الحكاية ببساطة وسلاسة. من نفس المنطلق، التجارب التاريخية أثبتت أن النقيض المتطرف الوطني مش الخائن، لأن الخائن برضو بيبقى متطرف من نوع آخر، متطرف في خيانته للوطن، ولكن المواطن المنطقي المعتدل اللي بيحب الحياة ولا يتطلع إلى أشياء عنيفة أو دامية. وعشان كده ثبت بالدراسة التاريخية أن في خيط رفيع بيفصل بين الأفكار القومية المتطرفة والخيانة، واتضح أن كثير من الخونة والجواسيس اللي تم اكتشافهم خلال الحرب العالمية الثانية كانوا أصلا بيحملوا أفكار رجعية متشددة، ولذلك انحيازهم للعدو في وقتها سواء كان الألماني أو الروسي أو أيا كان من الأعداء المتحاربين كان من باب رغبتهم في تحطيم العالم اللي بيكرهوه. وده اللي خلى هوفر يقول ان اللي عاصر فترة هتلر بيدرك ان الروابط اللي بتجمع بين الرجعي والراديكالي اكثر بكثير من الروابط اللي بتجمع اي منهما بصاحب الفكر العادي او المحافظ او الراغب في التحاول في التحاور والتحول او تطوير افكاره. عشان كده ينصحك إريك هوفر بألا تحاول ابعاد المتطرف عن قضيته بالمنطق والنقاش، لان المتطرف بيخشى دائما انصاف الحلول، ولذلك مستحيل انك تقنعه انه يخفف حدة ايمانه باللي هو متصور انه قضية مقدسة. هو اصلا عنده شعور بالنقص وفقدان الثقة في النفس، ولذلك متعته بتيجي من الالتصاق باي كيان متشنج يحتضنه، سواء كان جماعة دينية، سواء كان زعيم
مخلص، فهو شايف ان هو حياته، فممكن يعني يقلع للناس ملطة على الفيسبوك عشان يشتمهم ويدخل معهم في خناقات ويسب لهم 100 دين و100 ملة، لانه متصور ان حياته من غير هذا الزعيم او من غير هذه الجماعة هتنهار، وبيختار دخول حرب متعصبة، وبيفضل كده لغاية تم الواقع بتعقيداته بيهزم كيانه المتطرف شر هزيمة، أو بيثبت له أن الزعيم المخلص اللي أنت شايفه ده لا مخلص ولا نيلة، هو في الآخر قائد سياسي هينهزم وينتصر وهيبقى ليه تحديات، والمسألة مش محتاجة كل هذا العناء اللي أنت بتعمله. ولذلك لما درس إريك هوفر التصرفات بعض المتطرفين السابقين في ألمانيا واليابان المهزومتين في الحرب العالمية الثانية، لقى دول اللي كانوا بيؤمنوا بالنازية وبالفاشية الوطنية في اليابان بعد الهزيمة تجاوبوا أكتر مع الدعوات المتطرفة الجديدة، سواء كانت يسارية أو مسيحية دينية كاثوليكية أو غيرها، لأنه الفكرة الديمقراطية بالنسبة لهم ما بتقدمش قضية مقدسة الإنسان يلتحم بيها ويذوب فيها ويلغي فرديته، يلغي فكرة إن هو بيفكر وبيختار. لا، الفكرة المتطرفة تستهويه أكتر. ليه؟ لأنه هو بيبقى رقم في القطيع اللي بيحارب قطعان أخرى، جندي في المعركة اللي بتحارب معركة أخرى، هو ما يقدرش يعيش غير كده. إنما أنت تيجي تقول له تعالى يا عم فكر وبالراحة وخلي انتمائك انتماء فردي، إذا آمنت بشيء بيطرحه زعيم أو تيار سياسي أو حزب، فعلى أرضية الاختلاف والاتفاق، مش على أرضية إن هو الكلام اللي بيتقال آه هو عاجبني هو كده إن شاء الله يودينا في داهية هو عاجبني أو دي جماعتنا وهنموت من أجلها، لأن ده في الآخر بيؤدي بيك إلى أنه عندما يخسر هذا القطيع بتخسر معاه وبتبقى أنت أول من يدفع الثمن. كل اللي نقدر نقوله يعني لا تخرج قبل أن تقول الحمد لله على نعمة العقل وكفى بها من نعمة، ربنا يدمها على اللي عنده نعمة العقل ويقدرنا أن احنا نستغلها ونفعلها لما فيه الخير الأفضل لبلادنا ولينا احنا كمان، لأنه عندما نكون احنا في خير بالتأكيد ستكون بلداننا في خير. أهلا بكم في عصير الكتب، ونكمل باقي فقرات برنامجنا لهذه الحلقة. المركز القومي للترجمة صرح ثقافي مصري كبير حفر مكانته بين مؤسسات الترجمة في العالم العربي من خلال إصداره لعدد ضخم من الكتب المميزة التي يتم اختيارها بعناية من خلال مصادر متعددة. أولا في عندنا مصدر أول هو اقتراح المترجم، في مصدر تاني بيبقى من المراكز الثقافية للسفارات المختلفة، إنه الأرجنتين، شيلي، الصين يقولوا إحنا عندنا كتاب كبار ونفسنا القارئ العربي يعرف فكرنا، أو ممكن يجي من فعل خير، يعني واحدة زي حضرتك قريت كتاب مهم لكن ما انتش فاضية تترجمي فتقولي الكتاب ده مهم يا ريت المركز القومي للترجمة يبحث له عن مترجم ويترجمه. في أيضا دور النشر العالمية اللي اتعاملت معانا وأصدرنا لها كتب بالعربية، كل شوية تبعت لنا كتب جديدة صدرت وتقترح علينا ترجمتها، فإحنا بنعمل لجان فحص للترجمة. هذه اللجان مكونة من أساتذة متخصصين بيعرفوا لغتين وكمان من مترجمين متمرسين، فبنقسم فروع المعرفة المختلفة عندنا ونبدأ نصنف الكتب اللي بتجينا، بحيث تيجي اللجنة بيبقى قدامنا مثلا 40 كتاب مقترح، لكن يعني قدراتنا المادية والبشرية بتخلينا نطلع 15. إذن دور لجنة الفحص هي أنها تنتخب من القائمة اللي فيها 40 كتاب 15. هناك أيضا معايير أخرى هي مثل توجهات، لأنه عندنا ما يسمى باللجان الاستشارية، واللجان الاستشارية موجودة من شكلها من كبار مثقفي مصر في فروع المعرفة المختلفة، ودول مش مهمتهم اختيار الكتاب اللي هيترجم لكن مهمتهم توجيه سياسة الترجمة في المركز. هاجس عندنا هو الخروج من المركزية الأوروبية اللي هو الإنجليزي والفرنساوي والألماني،
الأسباني جزء كبير من دول أمريكا اللاتينية بتتكلم أسباني، جزء كبير من كتب الهندية بالإنجليزي، لكن إحنا بنطلب التوسع في لغات حتى لغات نادرة زي أذربيجان أو لغة الهوسة أو السواحيلي وبنترجم منها، فبيبلغ عدد اللغات اللي ترجمنا منها 35 لغة مختلفة. من ضمن الكتب المهمة اللي طلعناها في كتب في التربية زي التلميذ المهان، زي الألعاب الذكية للأطفال، واخدين جانب تربوي شوية، في كتب في الفلسفة تاريخ الشك مفهوم التسامح، ودي كتب يعني مبذول فيها جهد كبير. صدر مؤخرا كتب كتيرة مهمة في مجال السينما. في فقر في المترجمين الشباب، فهنا المسألة ما بقتش مجرد إصدار كتاب، إنما مسألة إن إحنا بناخد بإيد الشاب خريج اللغات حتى يصبح مترجما. بناخد بإيده بإن إحنا بنعمل ورش ترجمة مع مترجمين كبار وشباب، أو دورات تدريبية قد تستمر أسبوعين في اللغة العربية واللغة اللي هو خريج منها الشباب، في دورات بالإنجليزي والفرنساوي والألماني، وبيجوا أساتذة في اللغة ومترجمين ونشتغل على نصوص مع الشباب، ثم بنعمل معهم عقود في البداية وبنعين لهم مراجع أستاذ كبير مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يتدربوا على الترجمة. المركز يعتبر أكبر جهة في الوزارة بتحقق نسبة مبيعات، يعني نسبة مبيعاتنا يعني الحمد لله في معرض القاهرة كان أعلى جهة في وزارة الثقافة محققة نسبة مبيعات، كانت نسبة مبيعات كبيرة جدا. طبعا احنا بنتعامل في كتاب متخصص شويه اللي هو كتاب المترجم، مفيش كتير هيئات بتنشر بتترجم في مصر، يمكن المركز هو اهم جهه بتترجم في الوطن العربي كله مش في مصر بس، واحنا اكبر جهه بتطلع عدد كتب سنويا حوالي 360 كتاب، يعني تقريبا كتاب يوميا. يعني دور النشر الخاصه لا تميل الى الكتاب المترجم عموما لانه مكلف، بيتعمل كيف فكريه وبيدفع للمترجم وكمان بيدفع طباعه، فالكتاب بالنسبه له بيبقى مكلف، ولو احنا الدولة ما قامتش بدورها هنبص نلاقي في مصر بتطلع كل سنة 20-30 كتاب مش أكتر، وهنلاقي فروع كبيرة في المعرفة يعني مش متغطية.